طيب انا اشخص الموضوع ده ازاي؟ يعني يا ترى هي مكانها فين؟ يا ترى هعمل معاها ايه بعد كده؟ لما انا بيبقى في مريض عنده مغص كلوي، المفروض ان انا اول ما بستقبله المفروض ان المريض ده بيروح الطوارئ على طول في اي مستشفى. المفروض ان الطوارئ في المستشفى بتعمل له تحاليل معينه، بتطمن على وظائف الكلى بتاعته، بتطمن على صوره الدم الكامله بتاعته عشان تعرف اذا كان لا قدر الله الحصوه دي عملت صديد عالي والصديد ده سبب ان هو بقى فيه التهابات في الجسم. الحاجه الثانيه الاهم بقى اللي هو لازم يعمل حاجه اسمها اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه دي من اسمها ان هي بتديني تفاصيل مهمه جدا عن الكلى والحالب والمثانه، وبنعرف بالظبط مكان الحصوه دي فين. بتديني تفاصيل طبعا مهمه جدا مش بتبينها بقيه الاشعاعات اللي هي زي الاشعاعات العاديه واشعاعات السونار. بتديني تفاصيل عن عدد الحصوات دي قد ايه، لان ممكن يبقى المريض عنده حصوه مثلا في الكلى وواحده تانية في الحالب، ممكن الاشعاعات العاديه والسونار ما يبينش الكلام ده. الحاجه الثانيه حجم الحصوه دي قد ايه، ودي برضو خطوه مهمه جدا عشان بعد كده هحدد العلاج بناء على حجمها. والحاجه الثالثه كثافه الحصوه. يعني ايه كثافه الحصوه؟ اللي هي درجه صلابتها. عندنا انواع كثيره من الحصوات، ابتداء من حصوات هشه جدا ممكن ما تبانش في الاشعاعات العاديه لحصوات صلبه جدا بتبقى عامله زي العظم. كل ده مهم جدا في بعد كده العلاج هيبقى ازاي.